استقبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم سعاده السيد افضل محمود سفير جمهوريه باكستان الاسلاميه لدى المملكه واستعرض سموه خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك منوها سموه بالتعاون الثنائي بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين. وقد أعرب سعادة السفير الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتعزيز علاقات مملكة البحرين وجمهورية باكستان